سعد واحد نار خدم معايا وعطيته خمسة العوادة خمسة الجاجة تعطيته وش اللي خصه تلت فيه هو يبغى فرق صغارين والعاد تبقى كبيرة والفر الشارع ولكن ولا والجاج ديالو ما فيمشي التيسر كي يولدوا لي عسيبي كي يولدوا عند الناس كي يولدوا عاد طيب واحد فرش كان يجمع شيكي عند الجاج ويمشي يديم ويمشي يديم بعادي كي تبعه هالأيامات قال لي عاود جابوا واحد راخله نعم شي واحد تخدم مع شي واحد وهذه وكان حركه شويه عيانه ما كانش عنده الفلوس قلت له راه ليك الرخيله من تم وبقى عنده شي براد شو حسيده كتب لنا لتحت في التعليق كنطلبكم تعطوني شي طرود الزيت حيله الخيره فيه التوكل انا ندبروا له السلام عليكم الحبايب ديالنا كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير على خير مرحبا بكم معنا المهم ان شاء الله يربي على من واحد الغديوه وبغيت نشارك معكم عندي معكم تفصيله ديال الجداد على الطريقه ديالي هي كاين بزاف ديال الطرق ولكن انا نقول لكم الطريقه ديالي بسيطه ما فيها حتى شي حاجه وفي نفس الوقت جديده انا نشارك معكم تفصيله بلا ورقه ديال الباستيله عنشارك معكم بالورق ديال الفيلو راني عدلته باقي لي واحد شويه باقا ما طلقتوش عنشارك معكم ان شاء الله يا ربي كيفاش كان كيفاش غنطلق له ولا بغيتو نعمل لكم ان شاء الله بالطريقه يعني صراحه عندنا من البدايه ديالو صراحه كيجي واعر المهم الورق ديال الفيلو هو الورق ديال البقلاوه اللي كيعدلوا بها السوريين البقلاوه وداك الشيء النهار ان شاء الله ربي غنشارك معاهم ونشارك معكم ان شاء الله في الفرن خصنا غير البيستاج واجب شي 2 كيلو ديال البيستاج ان شاء الله جوج كيلو كامل باش كدير بيستاج بزاف هي كتمشيو للبيستاج ضروري قال لك كيف انتينا المزيان من برا اش خبارك من داخل شوفوا كتبان واعره من برا ولكن من داخل علم لي الله هذا بنادم انا يكون من برا كيبان كيشعر من داخل قلبه كحل راه هذا مشي دوز بقات كتخرج بقات كتزعم دخرج زعما دابا صافي ايلي اش اش شوف الزيونات ديالنا شوف علاش حيدتي لا السنيسله ديالها خديها مزيونه في الزريرق واعره ما شاء الله ساليت البصله والربيع قطعته دابا غنحط الدجاج هنايا عندي هنا جوج دجاجات عندي هنا كلهم بالصدوره ديالهم والفخط عندي هنا الخرقوم عندي هنا سكنجبير عندي هنا ثمن معلقه كبيره هنايا عندي الملحه عندي البزار وعندي راس الحانوت راس ديال المعلقه وعندي العطريه ديال الجداد نخلط شويه عاد عندي الزيت يعني خصنا نعملو الزيت راه كيدي الزيت كما كتشوفوا حمل تقريبا كاس زيت كبير ديال الزيت انا زيت بلديه ولا اي واحد من اختيار كيبغي يعمل هذا نتوما عارفين اني كنطيب غير بالزيت بلديه انا عملت هنا العطريه زايده باش بلا ما نزيد العطريه للدجاج البصله هو هذاك عندي هذا فوق البوطه غنزيد معلقه ديال القرفه اللي عنده القرفه عواد يعمل القرفه عواد واللي ما عندوش يعمل غير معلقه ديال القرفه في الدجاج حتى شي اصلا كتكون باللوز والقرفه يعني خصها ضروري القرفه دابا غنعمل الطيف فوق البوطه ان شاء الله يا ربي وملي الطيب ان شاء الله غنرجع معاكم قادري دابا شغل بقى يزي الله هنايا ضروري وعاد عايز زيان شغل زيان دابا قيد السلك دابا واخا تزول العواد هذا ماشي مشكل ودابا باقي لنا غير واحد شويه اللي هنا غنكملوه باقي بالزرب غنكملوه ديك الساعه نزول هذا الساعه نزول هذا الشيء هذا حتى شاف هذا دخلوا الدجاج لا والو هذا الشطاب هذا ملي كتشوفوا ضربناه مع الثومه اللي غرسنا هنا باش الدجاج ما كيبشبلوها برجلهم كيحفروا عليها دابا ملي زربنا صافي غنحل المشاهدين ديالنا كيف انتم لاباس عليكم صحيحه كلشي مزيان حبوا الله تكونوا بخير وعلى خير الله يغفر لي ذنوبكم على السلامة اختي الله يسلمها خير كيف انت بخير وليداتك لاباس فاطمه كما كتشوفوا راه على هذه ما وصلت عندنا ما جات كانت مسافره كانت عندها واحد البنيته مريضه عيانه الله يشافيها
امين. دات الطول، المهم الحمد لله دابا واحد شويه. المهم هضر معاهم اختي. اصبحتوا المشاهدين لاباس بخير مزيان، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير. ايوا توحشنا خاي ومراد خاي محمد وراضيه وحمادي، وحنا جينا عند مقيلو معاهم. حنا جينا للبلوطه مقدمين قاش قدامي. البلوطه بلوط واعي هذا، الله يحفظ. جاتنا البلوطه توحشنا، حنا خاف البلا ما كان فيهش البلوط. عييت على الجمله. ولد اختي عزيزه عاود كم معنا، جبتو عند حبيبو. السلام عليكم، كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير. ما تنساوش لايك واشتراك، نصف الصلوح فيه في اقرب وقت ان شاء الله المليون. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كلشي اشتراك او صافي. كما تشوفوا كما تشوفوا هنا البلوط. يحيى خويا احمد وسعيد هو سعيد، وحنا راه خدام معايا، عطيته خمسه العواده. خمسه الدجاجه عطيته، ولكن هادشي اللي خصو تهلط فيه. خصو الدجاج، خصو الدجاج والله. عطيته من عطيته من في ثمن الخدمه. هو هو والله الا تهلط فيه. قال لك في عوض الفلوس عطاني الدجاج. ويعجبني هذا المنيه. العواتق صغارين والعتقه كبيره والفر الشارع. ولكن ولا الدجاج ديالو ما فيهمش التيسر، كيولدوا لي عسيبي. كيولدوا عند الناس. كيولدوا عاد طيب. واحد الفروش كان يجمع شي كاين الدجاج ويمشي يديهم ويمشي بعادي كيتبعوه. هالايامات قال لي عاود جاب واحد راخله. مع شي واحد. تخدم مع شي واحد وهذه وكان الحركه شويه عيانه. ما كانش عنده الفلوس. قلت له راه لي الخيله من تم وبقى عنده شي براد. اللي ما عرفش فيكم الرخله شنو هي؟ الغلمه. شنو مع الاخر؟ طيب بوحده. صافي حر رخله. وحر رخله وعملوا الثاني كديت من عنده مثلا وقع كما. فاش خدمت معاه؟ كنت خدام معاه في واحد الشغل تاع شغل حدا الدار وهذه هي. واحد الفرن. كنا شغل. نزوبوا الزيتون، كنزوبوا شي حاجه تايا. انت عارف شغل ديال قالوا لي اللف ما عندكش معاه ما كياكلوش، علاش؟ شنو شنو القصه ديالك مع اللف؟ عندها خلف دول طريعه يقدم بزاف. لان اللف ماشي للمغاربه، اللف للنصارى، اللف والبربر. لا صاحبي راه المغاربه، ولكن حنايا انا ما عمري مثلا اللفت يتلقى مع المثل مع اللحام. هذا لقيته مع اللحام، مع كيمشي للحم. اللحم ما كيجيش فيها اللد، فيه فيطامين سي، كيجي مزيان مع اللحم. الزيت بلديه والطماطم الجعده بطاطا كطلاق الروبه زوينه. بطاطا الحلوه واعره، البصله هذا ما يتسمى الفيتامين سي. اما فيتامين سي الباشا وديك الشيء تخربي على حيدو عندي. والقراعه قراعه من سياق ولا فيتامين سي؟ القراعه قدام القراعه بالعكس راها فيها شقلولة لا وفاين القراعه والله الا فيها وحده. القراعه ما فيها حتى فائده. القراعه الخضراء، القراعه الناس كيلقيها في الجرده اذا كتشوف. قال لك خاصك تعرف هذا القراع ما لقيش وقيا الدم. قال لك كنت القراع ما لقيش قطره الدم. هذا عندكم غلطه والله. لا تعرف القراع احسن من القراع. والقراع انا هي القراع الحمراء مزيانه والبيضاء شمال. لا حمراء لا بيضاء. القراع القراع وقع قراع. الا شرط العصر ديال القراع الحمراء عمرها غليها على رجلها. صبر علاش تاعي؟ يطلع بالعقبه. القراع الزرقاء هي اللي يطوبوا في العقبه. ما تقدرش يطلع في العقبه شرط العصر ديال القراع. خصها يا خويا ولا غنركي. خصها الدوله بالتوريا. ماما تقول يا سعيد. شكون فيكم عنده عنده ست عنده شي 10 سنين ولا 20 سنه ولا شي هذا خا حايد اللهجه. عندنا نقصوا هذا خا حايد اللهجه سيد عنده 60 سنه. بصح بصح راه كيعدلوا للبهايم ياكلوا بهم اللهجين يخلطوا مع الشعير ويعطيوه لما يرجعوا. انا كان عندي واحد المر فيه اللهجه هاي داخل. شتي بصح بما انكم جبتوا التورياق شفت واحد السيده كتب لنا لتحت في التعليق كنطلبكم اذا عطيوني شي طرود الزيت حيله الخيره فيه التوكل. انا ندبروا له. شوف شوف هذاك ماشي الزيت احمد، خليني نوضح له هذه القضيه. لكن انت السيده في الاستماع كتسمعنا راه اختي ماشي خصو الزيت حيله، لا هذا كنسميوه احنا التورياق. خصو التورياق كيكون عنده من 20 سنه الفوق ويكون ذا الريحه من الريحه باش العصريه التقليديه القديمه، وكيكون عنده من 10 من 20 سنه من 20 سنه الفوق. اسمع خلوني نكمل. من 20 سنه الفوق كيكون التورياق راه الا عملتوا على الجلد راه كيخرج من الجلد، من الجلده كيخرج. عملوا على في يده كيخرج على برا اليد. هذاك هو اللي مزيان لهذيك للتوكل.
اللي كيقضي على ديك التوكل. اما زيت حيله راه ما عمل والو. حنايا ما عندناش الطريق، لو كان عندنا حنايا الطريق في الدار ديالنا نصيفطوا لك الطريق حتى لطنجه. كل شي واحد يكون الطريق نصيفطوا لهاد السيده هذه في سبيل الله. الله شيطرون نجيب لكم ونصيفطوا له. اها راه والله الا والله الا في سبيل الله راه الاخ ديالها كتبقى الموكل ولا بعد نجيب لكم في سبيل الله. راه عندك واحد الاجر كبير حنا والله الا عندك واحد الاجر كبير. المهم اذا كنتي اختي كتسمعنا ادخل الانستغرام ادخل عندنا الانستغرام وصيفط لنا النمره ديالك. اه وعن ندخل عليك انا ان شاء الله يا ربي ونشوفوا شي مول طاكسي بالغلطانجه ونتلاقى نتلاقى النمره ديالك ان شاء الله. صيفط لنا في الايميل ولا في الانستغرام. شرطوا الاحمر باه ما صبح. شرطوا الحمار اشاكم. كان واش كان مريض ولا يا اخي اللهجه الطان ديالو كان مشي وجايته بالصح. شرطوا لهم اشرح لهم شوف اشرح لهم شنو هي اللهجه باش ما يقولوا شي راه اللهجه هي الهضره ولا شي حاجه. اللهجه هي لك انا شي بهيمه ناجر ديالو مراضي كذا كنجري بزاف كذا نقدف كنبقى شي عصوت 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 كتبدي التريع كشربوا ولا وكطيه لها شي مع الشعير كذا كلو كيرجع شويه. انا يلا انا شر انا كنت قلت هذا وعاود كنا شربتوا لاصيك ياك. لا شربنا التريع وهذه وعاودت عاود انا جبت عاود الترياق دلبن عاود شربت ولا عاود هذا. واش قتلته ولا؟ اي مال شربت ولا مال؟ وقف هذا هو وقف له وقول الله يهلك حاشاكم من حمار. قول لي يا مات السيد اسمع عادي يا هذا ما فيهش فيتامين. تحياتنا للسي محمد. السلام عليكم صباح الخير عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير هاني الصحه لاباس باش نقرب عندكم باش تشوفوني كي دايرين كلشي مزيان هاني كلشي مضخم كلشي نشط والله الا كلشي نشط الحمد لله على الشميشه وعلى الجو هذه العائله كلها في معركم تشوفوا طول الله كلشي يكون بخير وعلى خير. توريا قول لبن قديم مجهد بزاف. تعالي يا حبيبتي تعالي تعالي اش جاي السيتوا ديالناش شنو قلت لكم ليك الفلوق قلت لهم علي عيبقى تيجيب القطه ها هو جاب حق صراحه حنينه بزاف واعره واعره خصوصا كنعس على حجري انا كنحماق على ويصال كنعس معاه كنمشي نخلي بلاصتها تبع المرض في الليل وكتجي نعس مع ويصال وكنرجعوا على بلاصتها. خير الحبايب ديالي صبحتوا لاباس عليكم مزيانين بخير هاني نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وانتم كيف انتم العائله كلشي على خير ايوا صافي الحمد لله. اسعدك عرفت السلام عليكم عرفاش انا ما عرفاش يا باسطيل صافي انا عرف على الجميل هو يعرف باسطيل هذيك الصغيره راه يتايا داخلو في الحال واش الطارطه اللي كيعمل درهم ولا باسطيل جوج دراهم. لا هذه واحد الاكله كيقولوا لها باسطيله كتجي بحال السفه وعمرك ما قليتها انت عرف القوامل ديال البيس انت عادك لا دابا شو انا كنقول لكم انا كنت الله فيكم الله فيكم راه عادك دائما نشوك راه نعمل لكم شي شيوات انا على كل شيء اكلات كنشكرني بعد في الغايه او شنو انا دابا معايا يقول لي اجي عند عبد العلي اضرب الشهيو دائما يقول لي شنو يقول لك يقول لي خلط علينا عند عبد العلي وناكل الشهيو شكون اقول لك شنو الفطوره كي دايرين مرحبا بكم مرحبا لازم هو صحه الراحه لازم هو يكون يتهلا في راسو في الانواع باش انتنا دائما الدياب بدل رجع ابيض باهي وقيت اذا انا راه بحدو في الدار انا قلت واجي القايل معنا تما وهذه هي ثاني نظر مشات عندي الماء ايوا تو ساعد عرف عليه كلشي ما قال عرف عندي الماء وجي مشات بوحده انا وصلت على رجلي انا قريب واخا ما يقولوا عبد العالي دابا عصب مشات بوحده الدنيا ما عصب عندي بس عندي طلقتي امراه مشي بوحده علاش انا جيت لعندكم انا ربما نتغدى معاك انا عرفت عصب روصه عرفت عليه البارح شحال مقدك باش داكل كاع شحال ايوا البركه صافي دابا 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 انتم عرفتوا احمد مزوج شحال من واحد ما عرفش احمد مزوج راه مزوج وعنده جوج بنيتات تبارك الله هذا عنده 4 سنين وحده عندها 5 شهور احمد ولد الاخ ديالي فاطمه ونادي من الاخ ديالي ماشي الاخ ديال محمد لا ولد خويا الاخر المرحوم الله يرحمه هذا النهار ورحمه ثاني اجمع جوج بنيتات وحده عند 4 سنين وحده عند 5 شهور فاطمه الزهراء ونادى نادى كاين سالي الاسم ديالها نادى كان سالي نادى يا سمى لي على بنتي فاطمه الزهراء سميت لي على بنتي ونادى سميت لي على بنتي ايوا يماها بنقي لنا يما قال سمى لي ما بغاتو فاطمه غبرات علينا شحال من سميت والله الا غبرت سميات كيبقاو دائما مزيان وشحال قوسي في كازا اختي شحال 12 ايام في كازا ضرب عليهم 5 ايام وشيني معايا
ها انتم الدجاج راهم دابا راهم طيبين. واحد الحاجه انا ما عملتش المرقه للبصله مره، العلم طلقت علمه ديالها. دابا غنحيد هاد الجداد ونخليها من باب الدو، ونخلي الشاميله ديالي د طلاق سمع د طلاق دعقاد وعاد ركز معانا دعقاد وعاد نعمل لها الحلاوه على حسب كل واحد. غنعمل لها شي جوج معالق ديال السكر، وكاين اللي كيبغي العسل، ولكن العسل ما كيتقاش ما كيكون باقي فيها المرقه حتى كتنشف. لا علاش ما خصناش من العسل؟ انا نعمل لها غير جوج معالق ديال السكر كبارين وصافي، ونخليها تغلي مزيان ليك الساعه تعاد. غنعمل لها البيضات ونبقى نشرحها وانا كنحاول باش ما يحترق لي شي البيضه ديالي تشرميله. وصافي كنبقى كاينين غير حنايا. تبارك الله دابا الدار عمارات، الدغميره ديالنا كتبقى يعني فيها المريقه ديالها، وهي كتغلي وهي كتنقص كترجعنا ناشفه. ها المعلقه الاولى الاسم ديالها واعره. ونسيت ما قلتكمش راني عملت لها واحد مثل البيضه. لا مازال عملت لها واحد واحد الربيطه ديال القزبر كيعطي واحد المذاق. هي غير من الاسم ديالها بسطيله على ترك. هذه خدمتها الورقه ديال البقلاوه كتكون حساسه بزاف. ها نتوما هذا كيقولوا الورق الفيلو، هذا الورقه باش كيخدموا البقلاوه. صراحه كيجي واعره. دابا غنعمل بها البسطيله. البقلاوه اللي كتقول لكم وصلوا هي حلوه تركيه، حلوه تركيه. هذه كنعمل انا بها الفطائر، كنعمل بها البسطيلات صغارين، كل شوف نفس الوقت يعني سهله. المهم اللي بغى الطريقه ديالها ان شاء الله غادي نشارك معكم في شي فيديو الطريقه ديال العجينه ديالها. ها انتم هي كتفرق بوحديتها. ها انا صحابي تما غير وحده. ها انتم قولي لك مشكلة مع ميزينة هي كتفرقة. ها انت كتجي رقيقة، تشوفوا يدي دابا ما عندي داش باش ما تقطع شي حيت هادي كتكون حساسة بزاف. ها انتم ها التريدة ديالنا نيشان. صافي عملت اللوز دابا يتقلى. اللوز من بعد ما المهم سلقته وقشرته عملته ينشف، طيحته في الزيت بارد. اللوز لو قلي هيدا كيطيح في الزيت بارد، ما يمكنش يعني تيسخن الزيت عاد طيح فيه اللوز باش يعني كيتقلى هو باقي بياض. خرجوا دابا نضربوا شي دوره، نجيبوا شي جوج لتر د المونار ضروري. انت هاد التحمر اللي حمرته ما كيجيش محمر ناقص وماشي محمر زايد، يعني كيكون يتعطل كيكون ذهب اللون ديالو. نمشي نجيو باكو مادام السوق ان شاء الله غنجيو مع الغداء هو هذاك. كل عام تعطلوا ياكلوا قبل ما ناكلش ما يقدروا ياكلوا بلا بينا. المهم صافي ساعتين قدر غادي الصور دابا خدامه كنفقص البيض باش نضيفهم في الدغميره ما غنشرطهمش، غنخليهم هيدا مكمولين وغنطيح. غنطيحو مرة وحدة. دابا غنحركهم حتى يطيبو هنايا، ونكمل معاكم إن شاء الله بين التعمير ديال البسطيلة برا. أرأيك ليها هانتوما دابا بعد هنا عملت لها معلقة ديال القرفة، غنعمل لها السكر، السكر على حسب كل واحد، والذوق لا خصو يكون حلو، اللوز هو اللي خصو يكون حلو باش الدغمرة عندي ماشي حلوة بزاف. دابا غنخلط هادشي هذا كامل، وغنزيد المرقة اللي صفيت مني هنا واحد شوية. غنعملها المرقه هي يعني في عوض العسل، في عوض كل شيء. العسل اللي عملتيه الفران كتبقى صح وداك الشيء. دابا غنخلط غير هالشي مع بعضو مزيان، وغنفكو ما نخلي شي هيدا بالكويرات. هيدا بنتي تعيدا بسم الله. مع فيها مازينه باقا كطلق ما مسحتها شي مزيان حتى من الجنب ما حيت لها شي مازينه. مرحبا هذا الشكل ديال البسطيله عاديه ديالنا.
هذه اللي الحاجه اللي خاصها الزبده. الزبده هي اللي كدورق لنا كتعطي لك القرمشه لهذه الورقه. واخا تقطع لكم ماشي مشكل. تمشي بينها هذه بعد عمرها بنص توجنا فيها. دابا غنعمل الدجاج ديالي. الدجاج كباقي نزيدو نفتتوه. دابا غنقبط اللقامة ديالي عاود الطبقة الثانية. ها هو نعاوطها كاملة. شت هانتوما اللقا نجيب الكيسان. نجيب يا مولاي عبد السلام. ايه راه ديال الكيسان فين في السينيه. جينا دابا من السوق جبرناوي صراها مساليه مكمله البسطيله. جينا مع الغدا نيشان وقت من ورا عمارات ما عرفتش اخرى فينا هي. اذا ما نفتش والتليفون ما كاينش باش عنصوني. ايوا نقول لك فينهم. واش هادشي كامل ملي مشينا ما صورت لهم والو. عيب بلغت اللوز هي نطفى. حبست في اللوز باش نعمل اللوز هي نطفى. وبقى فيا الريح شويه الفران وغاش يخدم لي مره. المهم تاعنا وغاش نقص كاسي نقص العافيه مهيله باش غير طبلا خطره. والو كحصايدي شعل الفرن دابا صافي. دابا داكشي كامل يعني بارطاجيتو معاهم كلشي باين هنا. صافي كلشي وزوق كل حسب كل واحد وشنو كيبغي. يدي باه هذه عا كاسكو هذه معمره قال غير ملك القناه كاسكو صافي تصايد بايس هذا خصو بايسر ماشي خصو. سمعت قبل الباستيلات جاب الله ندور شي نوشي تواصل مع مريم بالمراقي الباستيلات هي هذه. هانتوما صور قول لهم كيفاش جات. دابا حزاب اسمع الباستيلات. هانتوما كما شفتوها طبقه ديال الدجاج واخرى ديال الدغميره واخرى ديال اللوز. هذا اسمع الباستيلات قبل جاب الله حال عرمه الطباصال وفيه من المراقي والمراق ديال الدجاج بحدهم والجمر مرفع. سمح بالشيخ سمح. جمر البسطيله مخلط فيها اللوبيه والعدس والبيصار. انا مع عمري اللي تنقول ريح المراق. تنقول على مانيش انا ما نويتهاش في بالي. ما قلتش كاين المراق. تقدم اساعد ياك. الشغل تقدم بزاف باقي ما زيد تقدم. الناس هذا كلها خصوصا تقدم دابا اخر ما كاين في السواني. مالك انا نتسخر على راسي. ما جينا ليه ما جينا لكم. انا نتسخر على راسي نجيب اللي بغي ونجي فاش ما بغي. ومالنا حنا الكيسان طوطال جايبو في وما مالو انت زعما ضروري خصم الصينيه. زعما ماشي بان داك الشيء مزيان عاود نقول هي تطرف على هو الدوريجين. ها ان شاء الله بسم الله شهير الله الله. احنا نضيعوا بالجوع اصلا. نضيعوا بالجوع وخدام يقص. يلا دوق رجع عليا الخبار. قطع قطع وصل ندخل فيها من عندنا. نضيعوا بالجوع. قايل عليا الفرشيط. هذا الفرشيط اصاحبي. نبقى نهدو بالتخربيق اصاحبي. والله ما صحاب لي عاد جمعتك صاحبي عاد جمعت حتى عملت ثلاثه فراج ولا اربعه. والله العظيم. ما تعيش الفراج والله. وباقي الدجاج باقي. والله لا باقي. وهذه وصل معنا من نوال واحد جات لذيذه والله. والله ما صحاب لي عاد جمعوا. قلنا زعما كاين عيحنا فهمتي. دابا هذه. صاحبي هذيك ديالي. سنة في القطع عليك ديالها. يا طاح فيها بليد بحر رفيسه هذا. يا شيخ هذا بقي بالطباصه. لا لا لك واحد بق يعمل ديالو حدا. بصح بصح بوزيد. اعطينا الرأي ديالك في هذه كيف جات. واعره والله الا واعره بالله. والله الا جات واعره جات زوين. المهم الحبايب نتمنى لكم تكون الفيديو ما تنساوش من اللايكات. نتمنى وصلكم.